الشباك الموحد، مراحل تأسيس شركتك. أهلا بك، ها أنا عدت مجددا. أقبل دعوتي لندخل معا إلى عالم التجارة والأعمال من الشباك الموحد، لنتعرف سوية على مراحل تأسيس شركتك. أولا، مرحلة التخطيط تتألف من تحديد الهيكل القانوني وخصائص الشركات وأنواعها، حتى تتعرفي أكثر على نوع الشركة التي تناسبك. دراسة السوق منذ نقطة انطلاق المشروع، ثم التمويل وأهم القرارات لتحديد حجم التمويل. ثانياً، مرحلة التحضير، نتعمق خلالها في الإجراءات الواجب اتباعها للتحضير لتأسيس الشركات بمختلف أنواعها. ثالثاً، مرحلة التأسيس، لنتعرف على النظام الداخلي والنظام الأساسي لمختلف أنواع الشركات الموجودة في 6 دول عربية مع كل الخطوات والإجراءات.